مع الخبير مارتشيلو ليبي اللي توج ايضا بلقب اوروبي، بينما كره في الجهه اليسرى، مرتد سريع، فتح المجال، طريقك مفتوح يا ياجور. ياجور الجول يا دور، يعود اليكم من جديد المهاجم الصامت في مباراة العمر، في ليلة العمر، في بطولة العمر، محسن ياجور الجوليادور يفعلها من جديد ويبطل مفعول سحر البرازيليين بلمسة الكبار. تألقت في الجولة الأولى، لن تمضي وحيدا يا رجاء، كلنا معك يا رجاء. رجاؤنا في ياجور لم يخيب الظن، هذا ياجور بلمسة بهمسة يغازل الشباك البرازيلية. وجيب يا فيكتور، خذ عندك يا فيكتور، 1-0 للأخضر. هذه الإعادة مرة أخرى، الرجاء يفعلها مع محسن ياجور. التسديدة هذه المرة كانت صائبة. حبيبي الأخضر، اليوم أنت حاضر بإمكانياتك وبعزيمة الرجال وبمساندة الجماهيرية منقطعة النظر. أجواء الاحتفال بهذا الهدف التاريخي يا جور، لأنهم ذوي اختصاص، خاصة رونالدينيو، خاصة رونالدينيو، يركز فيها رونالدينيو. هدف التعادل، هدف التعادل لأتلتيكو مينيرو عن طريق رونالدينيو من كرة ثابتة. قلت لكم مشاهدة كرام، خطير جدا مينيرو في الكرة الثابتة، خطير جدا لما يسددها رونالدينيو بطريقة جميلة فعلا، والحظ كان بجانبك يا رونالدينيو، لأن الكرة لمست القائم واستقرت في الشباك. هذه الإعادة مرة أخرى لكرة رونالدينيو، يتفرج فيها العسكري، يراقبها العسكري ويخليها تمر. العسكري موهو، موهو، موهو رونالدينيو، لأنه من الصعب جدا لما تكون واقف أمام رونالدينيو، صعب التكهن بالجهة، جهة فعلا مسار الكرة، وهذا ما حصل مع خالد العسكري. يتفرج في كرة رونالدينيو. 1-1. ياجور من التسلل، حذر ياجور من التسلل، يهرب ياجور، يهرب ياجور، هربت ياجور، مراوغة ياجور. من دقائق الأخيرة فرصة ذهبية يا رجاء، تصنع التاريخ يا رجاء، بطولتك يا رجاء. هذه كرة مرة أخرى، فعلا ضربة جزاء، ضربة جزاء للأمانة، لا نقاش فيها يا الريفير، لا نقاش فيها يا الريفير. ويركز وجمهورك ينادي، نريد الثاني في هذه الليلة. متولي يتقدم، متولي يسدد كورة، متولي في ليلة خضراء، المستحيل، المستحيل، لا مجال للمستحيل مع الرجاء، المستحيل يتحول لممكن، لا شيء مستحيل مع الأخضر في مباراة بطولية. وسجد هنا حمدا لله في نجاح متولي. نعم، تولى تنفيذ ضربة الجزاء وتمكن من توقيع الهدف الثاني. هذا هو ياجور، هربة ياجور، مكنت الرجاء من اقتناص ضربة جزاء. ومتولي الكرة في جهة، وفيكتور معلش، متولينيو كما قالوا عندهم رونالدينيو، لكن متولينيو يقول لك يا فيكتور. كوكو طلعها، مرتد هجومي سريع، 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 الثالث، الثالث جاي، الثالث جاي يا متولي، سجلها، ريحنا، ريحنا يا متولي. خلاص، 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 الرجاء في الفاينل، الرجاء في النهائي، في مباراة العمر، في ليلة العمر، في بطولات العمر، فعلتوا يا رجال، أكدتم بأنكم الكبار، أكدتم بأنكم عالميون أمام جمهور عالمي. هي الضربة القاضية يا مينيرو،
الرجاء تبطل مفعول سحر البرازيل والرجاء تعبر بأمان للمباراة النهائية. شاهدوا الكرة متولي سلام على اللمسة وبلمسة أخيرة جاء الثالث للرجاء هذه لمسة متولي ثم الأخيرة من فيفيا مابيدي نسي معاناة سكان إفريقيا الوسطى ولكن لم ينسى مهمته اليوم كواحد من أبطال هذه المباراة. افرح يا العسكري، نعم هي بطولتك يا العسكري. متولي يتقدم، متولي يسدد كورة، متولي في ليلة خضراء المستحيل لا مجال للمستحيل مع الرجاء، المستحيل يتحول لممكن، لا شيء مستحيل مع الأخضر في مباراة بطولية. والسجدة هنا حمدا لله في نجاح متولي، نعم تولى تنفيذ ضربة الجزاء وتمكن من توقيع الهدف الثاني. هذا هو ياجور، هربة ياجور، مكنت الرجاء من اقتناص ضربة جزاء ومتولي الكرة في جهة وفيكتور معلش متولينيو كما قالوا عندهم رونالدينيو، لكن متولينيو يقول لك يا فيكتور. كوكو طلعها، مرتد هجومي سريع سريع سريع، الثالث جاي يا متولي، سجلها، ريحنا يا متولي. خلاص خلاص خلاص، الرجاء في الفاينل، الرجاء في النهائي، في مباراة العمر، في ليلة العمر، في بطولات العمر، فعلتوا يا رجال، أكدتم بأنكم الكبار، أكدتم بأنكم عالميون أمام جمهور عالمي. هي الضربة القاضية مينيرو، الرجاء تبطل مفعول سحر البرازيل والرجاء تعبر بأمان للمباراة النهائية. شاهدوا الكرة متولي سلام على اللمسة وبلمسة أخيرة جاء الثالث للرجاء، هذه لمسة متولي ثم الأخيرة من فيفيا مابيدي نسي معاناة سكان إفريقيا الوسطى ولكن لم ينسى مهمته اليوم كواحد من أبطال هذه المباراة. افرح يا العسكري، نعم هي بطولتك يا العسكري.